النهاردة بنعمل جولة جديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية الموجودة هنا في أمريكا. هنبدأ جولتنا جولة سريعة كده بلج جديد على أنواع الأجهزة الكهربائية الموجودة هنا. يلا نبدأ جولتنا. هنبدأ جولتنا النهاردة دلوقتي على زي ما انتم شايفين كيس البوتاجاز ده وتجول ده 500 دولار في 4 شعلة وشواية فرناس زي ما انتم شايفين وده الفرن بتاعه ده ثمنه 500 دولار وده بوتاجاز تريك دي نفس الطريقة ده بوتاجاز من جوه وفي 4 شعلة وشواية فرناس تمنه ب 850 دولار وده نفس الطريقة بوتاجاز تاني ده 10 سنين جرانتي وده 4 شعلة وشواية فرناس وده الفرن بتاعه اشتعل فيه اشتعال ذاتي زي ما انتم شايفين ده كده وده برضه بوتاجاز زي ما انتم شايفين كده وده برضه قسم البوتاجازات ب 800 دولار زي ما انتم شايفين كده وده برضه بوتاجاز تاني حجم البوتاجاز من جوه زي ما انتم شايفين كده ده ب 650 وده نفس الطريقه برضه ووتر بول وده نفس الطريقه ده ازاز زي ما انتم شايفين كده سهل التنظيف وده اللي جواها نفس الطريقه كده اللون الابيض وده نفس الطريقة وده زي ما انتم شايفين الغلاف دوري وده الغلاف دوري 20% ده في كل حاجة زي ما انتم شايفين كده بيعمل فيه كل الخاصيات الموجودة زي ما انتم شايفين كده بطيئته والكور نفس الأسعار زي ما انتم شايفين ده زي ما انتم شايفين كده وده زي ما انتم شايفين كده ده برضه ميكروويف صغير ده الميكروويف ده بيتحط في البوتاجاز وده بيتحط على الترابيزة زي ما انتم شايفين لسه ما زلنا في قسم ده ميكروفون صغير نفس الطريقة ده 64 دولار ده بيتحط على التجهيز ده 100 دولار ده في كل دولار زي ما انتم شايفين كده بقى ندخل على قسم التلاجة ده قسم التلاجة زي ما انتم شايفين كده التلاجة دي ايه رأيك في التلاجة دي زي ما انتم شايفين كده التلاجة دي من جوه دي ب 3500 دولار كده ده ب 2100 دولار زي ما انتم شايفين دي كده التلاجة دي اللي جي تخبط
شويه تلاجه دي من جوه شايفين كده الاجرام بتاعتها. ده قسم التلاجات نفس الطريقه دي برضو ده قسم التلاجات ده كافيه قسم التلاجة عامل زي الدولاب زي ما انتوا شايفين كده. دي من جوه التلاجة كده دي ودي هي كده هي انا من جوه زي ما انتوا شايفين كده. ساعة التلاجة دي من جوه دي من جوه ده الفريدر من جوه ده زي ما انتوا شايفينها كده. اللي جي تخبط عليها زي ما انت شايف كده دي مطفيه تخبط عليها تقول لك كل حاجه دي انا فيها موجوده. دي العصير اللي شغاله على اللي جي ده الواي فاي فيها الموسيقى فيها كل حاجه. مش عايز تفتح الباب تفتح الباب ده بس تشوف فيه العصاير. ده قسم العصاير لو انت عندك كده وده العادي تقفل الباب ده كده تاني ادفع ده القسم التاني. دي ال جي دي اللي من جوه كده التلاجة دي ال جي زي ما انتم شايفينها كده دي من جوه ده ال جي ده من جوه ال جي ده زي ما انتم شايفينها. هي اتنين باب وده الفريزر تحت وده الاتنين باب زي ما انتم شايفين كده. ده دفع كل العصير دفع الميه والايس تعمل لك التلج اماكن التلج ده كل حاجه زي ما انت عايز. دي اللي جي زي ما انتم شايفينها كده ده اللي جي زينا لسه في التلاجات. ده اللي جي برضو ده قسم التلاجات زي ما انتم شايفين. هو اقسام ومش هنقدر نعرف كل واحدة كده زي ما انتم شايفين. ده قسم التلاجات كل مقاسات واحدة. ده برضو ال جي نفس الخاصية اللي احنا قلنا عليها دي يعني ده ال جي Smith.